طيب أستاذ عبد الغفار، خليني أسألك على نقطة المعاشات. ودايما بنسمع الشكوى اللي ليها علاقة بالمعاشات وفكرة إن أنا كنت بقبض رقم كبير لحد ما سبت الوظيفة أو طلعت معاش، المعاش بعد كده كان مبتعد تماما عن الرقم اللي أنا بقبضه. هل القانون بيعالج شوية النقطة دي أو لا؟ القانون ده ملوش علاقة بالحكاية دي. قانون التأمين الاجتماعي هو اللي بينظم الموضوع المعاشات، هو في تنظيم القانون التأمين الاجتماعي الجديد، إن هو بيقول إن هو هيبقى المعاش هيوصل ل 80% تقريبا من قيمة الأجر الوظيفي، الأجر الوظيفي أو الأجر اللي كان بيتحصل عليه. بس ده خلي بالك، يعني خلي حضرتك، ده بنتكلم في حتة إن لو بيشتغل في جهاز حكومي يعني في الدولة أو في القطاع العام، لكن هي مشكلة صراحة في القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال. بمعنى إن ممكن هو بيبقى هم عاملين دلوقتي حاجة اسمها أجر تأميني، أجر الشراكة التأميني حتى في القطاع الخاص، وبدأوا يعملوه كمان في القطاع العاملين في الدولة. فهم هيرفعوا الأجر الاشتراك ده بحيث ان هو لما يجي خارج برضو، خلي بالك احنا بنتكلم على 2030 في الفترة اللي جاية، لكن اللي موجود دلوقتي حتى زيادة المعاشات الأخيرة، معلش بقى محمل بيها برضو بالمرة، ده ما حضرتك فتحت الموضوع، اتكلمت على 15%. ال 15% دي هي الحد الأقصى وفق لقانون التأمين الاجتماعي. طب أنا عندي قرر حماية الدولة، قررت رفع الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة أو العاملين في القطاع العام أو الهيئات العامة. طب ما برضو أصحاب المعاشات أموالهم كتير قوي وعند الدولة، ليه ما تقررش زيادة استثنائية جديدة برضو زي اللي قررتها 300 جنيه؟ يعني ياريت يحصل استدراك لهذا الأمر ويتحط مبلغ تاني زيادة على المعاش، لأن فعلا الأسعار بترتفع من قبل القانون. صحيح. وما زالت ترتفع، مش عايز أقول بترتفع كل ساعة، يعني حتى يعني حضرتك بتتعامل على السوشيال ميديا وعارفة اللي بيحصل على الفيس، يعني في لقطات كده بتيجي يقول لك إيه، اللحمه بقت بكذا، بعد شويه يخرج يسال حد يرجع يقول له بقت بكذا. الاسعار والازمه عايز اقول لحضرتك الاسعار ارتفعت بشكل غريب جدا. ال 15% رغم ان هي الحد الاقصى، الا انها غير كافيه في الوضع الحالي. طيب، يا ريت الدوله تتدارك هذا الامر. يعني ده فيما يخص المعاشات، احنا قلنا ده ليه قانون منفصل. طب الناس اللي ما كانتش بتحصل على معاش، ما هو القانون ده بقى وضعهم ايه بقى؟ القانون ده اصلا هو طبيعي اللي ما بيحصلش على معاش بياخد من التضامن الاجتماعي، بيلجأ لوزارة التضامن الاجتماعي، بتديله، بتفحص حالته وبتديله معاش اسمه معاش التكافل وكرامة. ده موجود في القانون الجديد برضو. وده في القانون الجديد عمل حاجة كمان يعني هي شبه غريبة، بس يعني قررت ان في حالة ان يكون في رعاية للمسن ده وملوش حد او ملوش دخل يعني يفرض هذا الامر على اولاده واولاد اولاده، يعني واخد بال حضرتك، والاخوه يعني الابن وابن الابن والاخوه هم اللي يساعدوا ماليا. طب وتدارك الامر في سطر اخر كده في النص ده، قال في حاله ان ما فيش، ان هم غير قادرين على ان هم يساعدوا المسن ده، هنا بقى الصندوق الخاص هيديله حاجه ضمان اجتماعي. كمان حاجة قال إن اللي بيحصل على معاش طبيعي هياخدوا 0.5% من قيمة المعاش ده في مقابل إن توصيل المعاش لحد البيت، وده من ضمن الرعاية. خلي بالك حضرتك، في فرق بين الرعاية كرعاية اجتماعية ورعاية صحية ورعاية تعليمية، لأنه هيعمل برضه هيفتح باب التعليم ليهم بعد 65 اللي هو مش متعلم، انه كمان يعمل له رعايه في انه في بيته، رعايه في انه ياخد فلوس، يجيله المعاش لحد البيت، انه كمان يجيب له المعاش بس على حسابه على نفقته. اتقال ان تقريبا تكلفه توصيل المعاش هتكون 150 جنيه. هم قالوا كانت مكتوبه في القانون في حدود 100، بس هم قالوا 0.5%. 0.5% ده يعني لو معاشه كبير هيبقى 0.5% من قيمه معاشه مخصصه، ما حدش بقى قال شهريا ولا سنويا، مش لسه مش واضحه يعني. فهتبقى في 0.5% في مقابل انه يوصله المعاش لحد بيته. طبعا هو يعني ده بالنسبه للرعايه الماليه الماديه. فالرعايه الماديه في كتير قوي مش هيبقوا خاضعين للرعايه الماديه غير اللي هم ما عندهمش معاش اصلا، وحتى في القانون ده فرضها على اهله. على اولاده واولاد اولاده والاخوه، اخواته. طب اخواته مش قادرين، يبقى الصندوق يتدخل. ده بقى هيبقى في بحث اجتماعي من وزاره التضامن، بحث اجتماعي والكلام ده.